صلاح ومن فاروق نروح بقى لفندق اقامه فريق سان جورج الاثيوبي والزميل العزيز كريم احمد. اتفضل يا كريم. جزيل الشكر ليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. على بركه الله بمشيئه الله النهارده تكون فرحه وسعاده على كل جمهور النادي الاهلي. المباراه الاولى في دوري ابطال افريقيا دور ال 32 مباراه الذهاب، الاهلي وسان جورج بطل اثيوبيا، مباراه على استاد القاهره في حضور 30,000 مشجع ان شاء الله باذن الله يكونوا كلمه السر. رهنا عليهم كالعاده على جمهور النادي الاهلي، الامور دي الحقيقه بتفرق مع لاعبتنا. ويمكن اتكلمنا على ان الظروف الحمد لله خدمتنا ان تكون المباراتين هنا في استاد القاهره في وسط يمكن جمهورنا. طبعا المباراه الاولى ان شاء الله باذن الله تكون الانطلاقه وتكون البدايه، كل الامور دي يا رب ان شاء الله باذن الله تترجم النهارده في ارضيه الملعب في 90 دقيقه بنتمناها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه. التحضير لمستر كولر اكيد كان مهم جدا في هذه المباراه، ايضا كمان يمكن كالعاده طبعا بنغطي كل الكواليس الخاصه سواء بفريق النادي الاهلي او ايضا كمان الفريق الضيف المتواجد هنا في القاهره، وتحديدا طبعا النهارده سان جورج اللي متواجد هنا في فندق الاقامه القريب جدا من استاد القاهره. بالتاكيد طبعا اكيد في بعض الهايلايتس طبعا بتذاع كابتن ايمن طبعا من خلال تحركهم فندق الاقامه، هيكون ايضا كمان تحركهم الى استاد القاهره. يمكن كل الامور دي بتكون فارقه مع الجماهير، بيحاول ان هي تشوف نظره اللعيبه، اللعيبه مدى تركيزها قد ايه، اكيد عندهم الامل وعندهم الطموح، لكن احنا اكيد النادي الاهلي البطل، النادي الاهلي بيحاول في رحله الدفاع عن لقب صعب جدا جدا في موسم اصعب الحقيقه النهارده، لكن ان شاء الله باذن الله تكون البدايه موفقه. يمكن كل الامور بالنسبه للترتيبيه والاداريه الخاصه بسان جورج يمكن عدت على اكمل وجه كالعاده، يمكن خلاص مع انطلاق المباراه تكون دور الاداري للنادي الاهلي الحقيقه يعني نفذ بنجاح من اول وصولهم هنا الى القاهره، من المطار الى فندق الاقامه، الترتيبات، الباصات، كل الامور دي الحقيقه النادي الاهلي يعني الاحترافيه مهمه جدا في هذا الامر. عشان كده هي مباراه كره قدم بالتاكيد في النهايه 90 دقيقه ان شاء الله بنتمناها للنادي الاهلي، وبالتاكيد يا رب ان شاء الله باذن الله تكون فرحه بعد 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. مستمرين بالتاكيد مع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، وتغطيه خاصه لمباراه اليوم الاهلي وسان جورج بطل اثيوبيا. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.